جايين كده شد انتباه الزحمة دي، فقلت لازم انزل واشوف. في المحل ده كان حوالي من 3 سنين صورت له لايف جزارة اولاد سعيد الشويخ، طبعا اخويا ابراهيم واخواته الشباب المحترمة، من 3 سنين بالظبط كنت مصور لايف، كان بنفس المنظر ده. معنى ان هو يفضل كده بنفس المنظر ونفس الزحمة والكلام ده، يبقى اكيد التيست واحد والشغل بسم الله ما شاء الله محترم وما بيتغيرش. تعالوا مع بعض نجيب لكم عروض، احنا مش داخلين نعرض شغل لان بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على النبي. حبيبي ابو كحيل قول لي بقى، اخد رايك بقى، انا على سهوه كده داخلين. كلش انا من عنده والله. انت كلش انا من عنده. لا اقفل النيوز. انت كلش انا من عنده. اللحمه بتاعته صوف. طبعا لما جزار في الاصل ويعمل حواوشي ضامن ان جوده اللحمه طبعا. انت عارف ايه اللي هيشتغل. ومعنى ان هو من 3 سنين صور له يبدا بالمنظر ده ويفضل على مدار ال3 سنين بالمنظر ده، يبقى اكيد في حاجه كويسه عنده. يعني ننصح الناس ان تيجي تجرب الحواوشي عند ايه؟ عند اولاد سعيد الشويخ. حبيبي يا حوده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. معلم ابراهيم. حبيبي واخويا. من 3 سنين جينا صورنا. وكان المنظر ده زي ما هو كده من عند ربنا. من عند ربنا. قول لي ايه الفكره اللي يخلي الناس بيبقى فيه اجبار رهيب كده عندك على الحواوشي كده؟ بتعامل ربنا. بتعامل ربنا بس اهم حاجه. بعض المحلات ممكن تعمل الحواوشي اضافات اللحمه اكتر من اللحمه في الرغيف، يعني البرغه الحاجات اللي بيضيفوها دي الكلام ده، الاضافات دي كلها. انت عندك هنا اللحم صافي ولا برضك عليه بعض الاضافات؟ واحد من الناس تاكل من عندي، رايك في الحاجه عندي بما يرضي الله كويس، بس انا عاوزين راي الناس برضك، احنا لسه سائلين راي واحد. بالصلاة على النبي. بص المنظر يا جماعه. الله اكبر. بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. بص بقى الميكس ده ليك يا عم محمد. بالصلاة على النبي. بص كده ده حوش عادي اهو. بص كده كان لحمة بقى. بص هنعمل ايه؟ بص هنعمل ايه؟ بالصلاة على النبي. هنجيب سجق. ده سجق؟ بالصلاة على النبي. هنجيب سجق. بالصلاة على النبي. السجق. الناس واقفة الناحية التانية عشان التصوير. جيب موتزاريلا. هذا السجق. صل على النبي. كفايه كده؟ لا مش كفايه، فين الرومي؟ بتحط موتزاريلا وسجق ورومي كمان؟ نجيب دوت شويخي. اسمه الشويخ. الرومي طبعا، الرومي طبعا بتسيح. الله. بسم الله ما شاء الله. بقلبه بعمل ايه تاني؟ استنى يا محمد لسه كمان؟ لسه بالصلاة على النبي. لسه كمان؟ جبنا شيدر. سوس جبنه شيدر. احنا جايين ندلع الحواوشي يا عم محمد. صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل على النبي. جايين ندلع الحب بكام يا عم محمد؟ صل على النبي. بكام؟ بكام قول انت؟ هنبيعه بكام؟ 50 جنيه. لا يا راجل. 50 جنيه. بكل الاضافات دي؟ دمار محمد عرفه. دمار. كلمة السر محمد عرفه تاخد ميكس جبار. ميكس اولاد سعيد الشويخ. المعلم ابراهيم بيقول لك ايه؟ ب 50 جنيه بره الرغيف ده بيتباع ب 100 ب 120 جنيه، هنا ب 50 جنيه. بتسيبه بقى شويه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عمهم عمهم. الله الله. خش لي بالعروض بقى يا محمد. لا ده انا جاي عشان العروض. انا جاي عشان العروض يا حاج ابراهيم. بالصلاه على النبي. فانا نزلت عشان العروض مش عشان حاجه ثانيه. دلوقتي انت قلت الرغيف بكام؟ يا باشا من غير فلوس. عليك بايمن. ايمن 25. اي بص ارفعها عليهم واحد ايديا. وعليهم واحد ايديا. يلا. لا لا استنى ارفعها ايه؟ لا احنا عاوزين نسهل الموضوع يا هيما. ماشي نسهل الموضوع. ثلاثه عليهم رغيف هديه. بالصلاة على النبي. اي 3 رغيفة عليهم رغيف هديه. يلا. اي 3 رغيفة عليهم رغيف هديه.
التلاتة عليهم رغيف هدية. اللهم صل على النبي. انا لسه لاقي مصلحة اصارع محمد وعلى الغلابة. احنا بنبلغ عنه. احنا بنسلمه. اللهم صل على النبي. طب اقول لك وريني الفراخ كده، يبقى الفراخ مكسوره. الفراخ بالصلاة على النبي. التلاتة عليهم رغيف هدية. انت فاكر انا عندي ميكس واحد؟ ده انا عندي كمان فراخ. فراخ على اللحمة ومعاها بردك اللي ايه الموتزاريلا ومعاها الرومي بردك ومعاها رومي. الله ادي الروم يا معلم. يا باشا خمس دقايق الرومي عندك معلم. بسم الله ما شاء الله. في رجالة. اللهم صل على النبي. بس كده لازم اخلي اللي ياكله ما يقدرش ياكل النبي. اللهم صل على النبي. اولاد سعيد الشويخ شارع معهد الابحاث بجوار معهد دور بالهرس نزلت معهد الابحاث رقم واحد. جايين نعمل ايه؟ اهو جايين ندلع ايه؟ جايين ندلع الناس. دلع الكرش. جايين ندلع الكرش يا باشا. دلع الكرش. معلش خمس دقايق بس معلش. جايين ندلع الحواوشي. اهو اوردر الجيزه. بعت اوردر الجيزه. اوردر الجيزه طلع اهي. بص يا عم محمد الفرمه. معلش بقى باشا. بسم الله ما شاء الله. بلدي بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الصلاه على النبي. طالما ما كشش يا باشا. انا بكش معاك لازم بلدي معايا يا باشا عشان السمين. اه يا باشا. وده معلش بقول صاحب اللي هو احنا عندنا. احنا الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي. العنوان زي ما قلت سهل وما تويش بتوصيل يوجد التوصيل لاي حته في مصر. يوجد التوصيل لاي حته ايه في مصر. في مصر. بص الناس الناس. اللهم صل على النبي. خمس دقايق مشي معلش. خمس دقايق مشي. خمس دقايق مشي. عمو عمو حاطط التليفون هنا يا ابني. حلو بقى كله من عندك. اهو انت بتشرده كده. اول 50 اشهروا الفيديو هيجي لي كده. اول 50 50 مش 10 مش 20 50. ايوه هيجي لي كده بالسكرين دي رغيف هديه. اوبا نيجي بره كده. 50 رغيف هديه. 50 رغيف هديه. 50 رغيف هديه. كل اللي هيشارك الفيديو وجايب سكرين شوت وفاتح كده مشارك الفيديو على صفحته ياخد واحد حواوشي هديه. 50 رغيف من عند اولاد سعيد الشويخ. 50 رغيف هدية. اهو 50 رغيف هدية من عند اولاد سعيد الشويخ شارع معهد الابحاث. 50 50 50 واحد. حبيبي يا درش. ايوه اهو اهو 50 رغيف. شارك الفيديو. ميدو بيقول لك انا جاي. تنور يا ميدو. 50 رغيف ل 50 شخص. شارك الفيديو وتعالى كده افتح السكرين شوت او المشاركه وخد رغيف الحواوشي هديه. 50 اهو. وما تقولش لحد على مسرحيه الاثار يا عم محمد. اهو اهو الراجل ده شغال في الاثار وشغال سوق سودا وبيغسل اموال. اهو كل يوم بيجيب الفلوس ويغسلها تحت في الحوض هنا. بكام الرغيف؟ ب 25 جنيه. والشواكه بكام؟ سماح صبحي يلا شاركوا وتعالي بسرعه. وهات ام محمود وام محمد في الشارع وانت جايه. بالله عليك ما تسيبي حد في طريقك. اهو. اهو اهو. اللي بالسجق ب 40. واللي بالفراخ بكام؟ ب 40. 25 و40 و40. والميكس الجامبو الشامل ب 50 جنيه اللي هو الشويخي. يعني انا يا موحي يلا شارك الفيديو مره واحده وتعالي بسرعه. وريني المشاركه على صفحتك وخد رغيف الحواوشي. وخد رغيف الحواوشي. تحب الحواوشي بتاعهم؟ تحب الحواوشي بتاعهم؟ طلبت ايه؟ كم؟ اتنين؟ الراجل ده هياخد واحد هدية. هتاخد واحد هدية كمان. يعني انت طالب اتنين وهتاخد عليه واحد كمان هدية. حبيبي. جامد ضحك اهو واحد هدية. ألف هنا وشفا. يبقى كده هياخد ثلاثة بدل اتنين. شغل دماغه. أهو. 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 50 رغيف هدية
من جزارة أولاد سعيد الشويخ بشارع معد الأبحاث في الوراق. تيجوا تنورونا الرغيف بخمسة وعشرين جنيه وأي ميكس بأربعين جنيه. أهو والمنظر أكبر دليل على الجودة. المنظر أكبر دليل على الجودة. يلا بسرعة اللي يشارك يجي ياخد الرغيف الحواوشي هدية. أي حد يشارك يجي ياخد رغيف الحواوشي هدية. ويوجد توصيل لأي مكان. يوجد توصيل لأي مكان. في توصيل لأي مكان. أهو. أم معاذ اطلبي. في حد بيطلب على الهوا؟ مين؟ شوف اللي بعده. رد على اللي بعده. 113 اهو على الهوا يا هيما يا هيما على الهوا على الهوا. التلاتة عليهم واحد هدية. التلاتة عليهم واحد هدية. رقم التليفون مكتوب في شرح الفيديو فوق. رقم التليفون مكتوب في شرح الفيديو فوق. رقم التليفون مكتوب في شرح الفيديو فوق. بجد والله اي حد شارك الفيديو تعالي فتح السكرين او المشاركة وخد رغيف حواوشي هدية. بعشرة بس بعشرة بس. توصيل بعشرة. انت خدت كام؟ اديله واحد تمام. واحد هدية. واحد هدية اهو. عنينا. اديله واحد يا عمار. اديله واحد كمان. مرضي يا نجم. مرضي يا نجم. الاسعار 25 والميكس ب 40. الاسعار 25 والميكس ب 40. اهو. وبقول لكم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ولسه العروض كتير وكل مكان هنروحه هدفنا حاجه واحده، نجيب لكم سعر وعرض كويس عشان انتوا اجدع ناس في الدنيا. ادعمونا بالشير نفرحكم بعروض كتير. اخوكم محمد عرفه. يا هيما هيما الله يبارك لك. الله على النبي.